شدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي على أن الدولة قامت بجهود كبيرة في المحور الاقتصادي. مقدمين ورقة كاملة في حزب الجيل الديمقراطي في هذه اللجنة المنبثقة على المحور الاقتصادي. وجميل جدا ان المحور الاقتصادي يهتم بادراج موضوع العداله الاجتماعيه ضمن الموضوعات وال80 اللي بتناقش فيه. واحنا مبنيين ورقتنا على البناء على على على, على الطريقه على الدعم الهائل اللي يقدمه الرئيس السيسي من منظومه الحمايه الاجتماعيه للمهمشين والفقراء المهدود داخل في البلاد. على مدى 10 سنوات عملنا مظله جيده جدا من الحمايه الاجتماعيه لهؤلاء الناس. محتاجين نستكمل نبني على هذه المظله ونتوسع فيها. احنا بنتكلم في حزب الجيم من خلال ورقتنا اللي يقول ملخص لها في 4 دقائق حوالين دعم المواصلات العامه، لان هي وسيله مواصلات هؤلاء الناس الفقراء والمهمشين ومحدود الدخل والغلابه في مصر. وبنرى ان احنا لابد ان احنا يكون في نوع من الدعم ومزيد من القرارات الحمائيه الاجتماعيه لهؤلاء الناس لكي يستطيعوا ان يتغلبوا على مشاكل الغلاء والتضخم.